لو الحكاية فيها إن فيتو. كابتن محمد فاروق مدير منتخب 95، برحب بك على موقع فيتو. كابتن محمد، عايزينك تكلمنا عن منصب مدير المنتخب. طبعا انت عارف ان منصب مستحدث تقريبا دلوقتي في المنتخبات المصريه. كابتن احمد حسن بيتولى مدير المنتخب بالاول، وحضرتك دلوقتي تم تعيينك طبعا كمدير المنتخب 95 مع الكابتن علي محبوب. تصورك ايه عن المنصب الجديد دوت، وايه الافكار الكابتن محمد فاروق ممكن ان شاء الله يضيفها للفريق من خلال منصب مدرب مدير المنتخب؟ طبعا انا بشكر طبعا اعضاء مجلس اداره الاتحاد ان هم يعني دعموني في ان انا ابقى موجود في المركز ده. طبعا يعني هو يعني حاجه جديده او مش جديده، نهج جديد بيتبعه اتحاد الكوره او المسؤولين عامه في مصر دلوقتي، ان هم يدخلوا الشباب او اللي عندهم افكار، الشباب اللي عندهم افكار في المجالات بتاعتهم، خصوصا ان احنا خدمنا مصر كمنتخبات وطنيه وخدمنا انديتنا في محافل دوليه كتير. فطبعا كان وجودنا في سواء بقى مدربين او في الحته الاداريه، الجهه الاداريه من شباب صغيرين، ده في حد ذاته شيء يبشر بالخير ان شاء الله، ويطلع كوادر جديده في الفتره الجايه من مدربين واداريين. يمكن انا طبعا خلال دراستي، انا يمكن درست الاداره الرياضيه، معايا دبلومه في السبورتس مانجمنت من الفيفا نفسها، فيمكن دي هتساعدني كتير في المجال اللي انا فيه يعني الخاص بالاداره. طبعا كابتن علاء ميهوب وكابتن ياسر رضوان والجهاز الفني نفسه مهم جدا ان يبقى في تناسق ما بينهم، او احنا تيم وورك نفسه، نتمنى ان شاء الله انه يؤدي بشكل جيد. عندنا بطوله افريقيا، عندنا كاس عالم، تصفيات كاس عالم كوستاريكا، ان شاء الله نتمنى ان احنا نبقى ممثلين ليها ان شاء الله، لان طبعا مصر مهم جدا الفتره الجايه تبقى متواجده بشكل جيد في المحافل الدوليه سواء افريقيا او دوليا. طبعا مهمتي ان انا اترجم كل حاجه كابتن علاء محتاجها من خلال الفنيات الى حاجات اداريه، معسكرات، الشغل الاداري اكتر. يعني حضرتك توضح لنا الجزئيه دي، لان في ناس عايزه تفهم الفرق ما بين المدير الاداري المنتخب ومدير المنتخب. لا يعني هو طبعا شغل تنظيمي اكتر منه للمنتخب ككل، الشغل الاداري بيبقى تنفيذي اكتر. يعني انا بنسق وببتدي اعمل البلان للكابتن علاء في الحته الاداريه، هو بيفهمني البرنامج والشغل الفني بتاعه، وانا بترجمه الحته الاداريه بينفذه الاداري ان شاء الله باذن الله. طب كابتن محمد، ان شاء الله عندكم معسكرات قريبه ان شاء الله الفتره الجايه؟ ان شاء الله كذا معسكر، ونتمنى ان شاء الله ان يبقى احسن لما يحصل الموافقه الاول هنبقى نقول عليها. يعني هل في جديد بالنسبه كان بيقال ان في دوره احتمال يشارك المنتخب في دبي في شهر يناير، هل في جديد في الاطار ده؟ لغايه دلوقتي لسه يعني ما حددوش، لكن في حاجه اكيده في يعني في بوتسوانا ان شاء الله في مايو، ده اللي اكيد لغايه دلوقتي واخدين موافقه ليه ان شاء الله.